في أزمة كورونا هناك نموذج على أن المجتمعات والدول تحديداً كحكومات أيضاً بدأت تحاول أن تعزز مفاهيم الإيمان، ووجدنا أنها تطلب أحياناً من الناس والمجتمعات أنها تبدأ أن تصلي وتدعو، ويوجهون المجتمعات توجه إيجابي نحو الإيمان. هذه من فوائد كورونا. نعم حصل هذا، ولكن ربما كان الباعث لبعض الدول على هذا هو أن يكون هناك يعني تفاعل مجتمعي لأجل مواجهة هذه الجائحة من كافة شرائح المجتمع، ومن ضمن هذه الشرائح الشرائح الدينية، ولا شك أنها مؤثرة، وشفنا في عدد من دول العالم.